الأستاذ جابر، الأخ العزيز خالد بناشي، صبحك الله بالخير. يعني الجمهور قاعد يتساءل، معقولة ولا مباراة من كأس الخليج إلى الآن؟ لا مو من رمضان، منتخب من كأس الخليج ما لعبت عليه؟ بلى بلى، بس كأس الخليج لعبوا بس بداية يعني أشهر أشهر يعني من بعد كأس الخليج يا أبو وليد، معقولة ولا مباراة لعبت في أستاذ جابر؟ ما شاء الله. اول شيء صبح عليكم بالخير. صبحك الله نور. ما ادري منو موجود، الموجودين وحياكم الله. موجود منصور الدنيب، وموجود خلف السلامه، وموجود مبارك الدوسري، موجود احمد ونعم. ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ان شاء الله جميعا. طال عمرك. اول شيء صبح عليكم بالخير، وعوده مباركه لبرنامج ديربي، ونتمنى ان نكون كلامنا خفيف، ما توهق بشيء، ما فطال عمركم. بالنسبه للاستاذ جابر لا تتفنش لا لا لا، مضى في بيتي والحمد لله، شو اسمه، الامور طيبه في ديرتنا الكويت. زين لا تعمق، احنا نبي نسال بس عن الاستاذ، ايش فيه؟ بس الاستاذ وين ما تعمق؟ ما ادري، انت قلت من اخر مباراه في كاس الخليج. لا وين الظاهر انت شوي عندكم كاس سوبر. نعم، يعني كاس الخليج ما لعبت عليه مباراه. لا يعني كاس الخليج وبعدها مباريات كاس الامير وبعدها يعني متى اخر مباراه اللي لعبت عليه؟ اعتزال نهير، متى اخر مباراه؟ اعتزال مع الكاميرون، وبعدين مصر في رمضان. من رمضان، اوكي يعني من شهر 6. اي نعم، غير الحين احنا مستمرين باستقبال الملاعب الفرعيه، وهاي تنشطه غير الدورات اللي تصير في هذا الاستاد. اول شيء يعني كمرافق استاد شغاله، ما اوقف الاستاد. لا يمكن الاسبوع اللي طاف عندنا المنتخب البحريني كان يتدرب عندنا ملعب فرعي، هذا رقم واحد. اثنين، احنا عندنا ارضيه الملعب، كنا احنا مخططين بعد ما اخذنا الموافقات الرسميه، وتدري الاجراءات الرسميه هاي تاخذ وقت وايد على ما كنا يعني سعينا فيها من مده، وسالنا في موضوع شلون بنسوي النظام الجديد اللي هو ارضيه الملعب الجديده اللي ان شاء الله راح تشوفونها في القريب بالعاجل. اخذنا اجراءاتنا كلها الاداريه لحد ما اخذنا الموافقات هذه كلها، بلشنا، والتعاقدات صارت مع شركات، شركه متى هي تعطينا جدولنا الرسمي بحيث ان احنا نستطيع في انهم يعني يحضرون يركبون النظام الجديد. اللي تقصده ان سبب عدم اللعب على استاد جابر التجهيز لارضيه جديده. صحيح. اوكي، هذا بدا من شهر 6 تجهيز الارضيه الجديده. اي احنا كنا طبعا مخططين قبل. يعني انت مقتنع بهالامر خالد؟ يعني خلنا نكون حقانيين شوي. انا ما بي اضغط عليك. ليش اقول لك؟ لكن ليش اسوي ارضيه؟ قاعد 6 اشهر ارضيه. لا لا، مبني ملعب جديد، شو قاعد 20 سنه؟ شوف، مو سالفه ان ارضيه، احنا بدينا في بدايه الارضيه بعد اخذ الموافقات الاداريه. انت عارف الموافقات هذه تاخذها اجراءات دوله، مو احنا ما نقدر نتصرف في هذا الامر ونروح ننفذ دايركت. احنا ناخذ موافقات، تقدر انت تلعب على الملعب وتاخذ، انت تقدر الملعب تقيم عليه مباريات وبنفس الوقت شو اسمه تمشي باجراءاتك. ليش اوقف انا كل ما يتسوي اجراءات اوقف الملعب؟ لا لا لا، انتوا فهمتوني غلط. احنا اخر مباراه اقيمت في استاد جابر بلشنا اساسا مبلشين بالاجراءات، هذا رقم واحد. يعني انت مبلش قبل لا تصير مباراه. اي نعم، اي نعم، اي هذه طامه اكبر يا ابو ناشي. والمواعيد ناشي، هذه طامه اكبر يا ابو ناشي، والله طامه اكبر. يعني انت مبلش بالاجراءات. حاجيك هلا اكمل كلام يا شيخ. تفضل. احنا علينا بعد ما اخذنا هذه المواعيد، المعدات اللي بيبناها او اللي طلبناها من برا لها مواعيد حجز، احنا ما نقدر نتعاقد معاها الا لما نكون مستكملين اجراءاتنا، وطلبناها بالشكل الرسمي، حطونا جدول مواعيد ومتى يبون ينفذون ومتى افضل وقت لتنفيذ هذه الارضيه. هم اللي طلبوا منا هذا الكلام حسب جدول، وكنا مبلغين الاتحاد الكويتي
الجداول مالتنا احنا ما عندنا اي جداول تلعب في الفتره هذه، كنا ناسخين مو شغله يعني ترى يا عبد. زين ممكن تعطينا موعد متوقع للعب على استاد؟ ان شاء الله ان شاء اخر اول واحد ان شاء الله احنا جاهزين. اه ان شاء الله. طيب. ناشي صباحك الله بالخير حبيبي. هلا حياك الله. طال عمرك. تم افتتاح استاد جابر، لعبنا عليه رسمي. رسمي 2015. زين 2015 يعني اربع ثلاث سنوات. نعم. كم مباراه لعبنا عليه ابو ناشي؟ تبي احصائيه رسميه؟ طال عمرك عندك ولا عندك الحين؟ والله بعطيك انا تقريبي عشان ترجعون لها انت. احنا اكثر من بالضبط يعني اذا بتحسب كاس الخليج، مباريات كاس الخليج ومباريات كاس الامير، اربع نهائي خمس نهائيات صارت سواء كاس سيدي سمو الامير وكاس ولي العهد، وعندك مباريات معظم مباريات الدوري ومباريات السوبر كلها صارت عندك من 2015 الى 2018. اخر مباراه لعبت مع مصر ما يعادل اكثر من 60 مباراه. 60 مباراة في ثلاث سنوات. نعم. يعني في 36 شهر. يعني نعم. في الشهر يعني مباراة ونص مباراة. كل سنة 20 مباراة. ما أدري هذا أكبر. هذا بلي يعني احنا عشان بطولة كأس الخليج زادت العدد ولا زين بناشي. نعم. يعطيك العافية على جهودك الله يشهدني، أنا من أكثر الناس اللي أعرف أعلم عن جهودك، بس يا أبو ناشي يعني كل موسم يعني الموسم اللي طاف أذكر إذا ما خانتني الذاكرة يعني تم بعد طب موضوع أستاذ جابر. عدل ما وقف. وقفتوا اللعب عليه ولا انا غلطان؟ لا 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 ما وقفنا من 15 ما وقفنا على حسب الجدول يجينا شو يطلبوا منا كنا اي هذه شوف هذه المشكله على حسب الجدول انتم تقطون براس الاتحاد والاتحاد يقول الاستاذ جابر مو جاهز. لا لا لا, لا, لا. انا قلت لك الحين انا قلت لك شنو طيب. سوينا ما يجينا العبد بوليد حادثه السور تم تعديل هذا السور تجهيز قنديله خلصنا شلتوه مره واحده ولا حطيت السور ثاني ولا شنو لا ركبنا السور نفسه السور يعني نفس النظام ما راح نغيره نفس الجام وكذي يعني ولا شلون نفس النوعيه ما اقدر انا الحين احنا بصدد ان نركب سور اضافي حمايه رحنا طلبنا الشركات المطلوب اللي نفس نوع التنستايل اللي موجود عفوا الستيل الموجود والحين قاعدين ناخذ ما قصروا ديوان محاسبة اعطونا الموافقة الرسمية في هذا الامر لتنفيذه. طيب بعد ما انتهينا من تأثر الملعب بالمطر ولا ما تأثر؟ لا ما شاء الله لا اله الا الله تبارك الرحمن امورنا طيبة ما عندنا مشكلة لان احنا عندنا جدول صيانة ماشي بشكل يومي وبشكل اسبوعي وكنا قبل موسم المطر الحمد لله اللهم لك الحمد كنا مسوين فلاشينج لجميع المناهيل الموجودة في استاد جابر. شكرا لك يا أخي خالد. عندنا أمورنا طيبة الحمد لله. سامحنا يمكن ضغطنا شوية. متعود. نمون عليك. لا بس ردودك طيبة. لا. طمن يا أبو وليد ردودك طيبة ومقنع. سبعوني شرط المرحلة الجاية اللي بتشوفونها استاد جابر بتشوفونه. ابو ناشي توقف عليهم بابا. انا هذه الجمله هذه تضايقني والله يا ابو ناشي. يعني مع احبك ونقدرك بس كل اتصال بتقول شرط وهذا خلصنا ولا شفنا استاذ جابر ولا شفنا رضيت استاذ لا 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 فاحنا خلنا شوي مستانسين بدون هذه بتشوفون مستانسين. كبرك لا تهيج الاوادب علينا يا معود اصبر كل مره تتصالي مني بسالفه خلنا امورنا طيبه والله نمونا والله بتشوفون أرضية بتشوفون نظام في استاد جابر جديد يفرد صدركم ترى كلها من ملاحظاتكم مو مني أنا يعني لولا الملاحظات اللي نسمعها من هالجمهور والعتب ما كنا نستمر في هالشغل. ناشي هلا إن شاء الله تصير مدير هيئة وبعدين تصير وزير إن شاء الله على تعاونك اسمع ما وطعنا بعد والله وتصير وزير إن شاء الله على التعاون وهالعمل اللي قاعد تقوم فيه الله يوفقك والله الكريم الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير الله أنا بس يعني إخواني يعني أحب يعني أطمنكم أن العملية مستمرة الدكتور حمود وهو هناك مشتغل علي شغل أستاذ الله يرده بالسلامة إن شاء الله ويبي ينهي الأستاذ بأي طريقة وبيحط بنظام جديد
يعني خلاص الوضع طيب طيب فوق ما تتوقعونه. طيب شكرا. مشكور مشكور يا اخوي خالد. تامرونا شيء بعد معلومه ثانيه؟ نبي نبي نطلع كاميرا ان شاء الله. متى اسبوع اللي بعد والناس؟ لا بعد خل تركب الارضيه ايه؟ وتشوفونها راكبه. ايه احنا موعدين ان شاء الله في ايه؟ تصوير. ننطر منك بس كل شيء. تبلغنا عشان نطلع كاميرا ونصور. ايه بس الحين لحدنا للحين تقول كنا واحد داش بيت ومعفسه عنده ماكو قاعدين نرتب والدنيا ما شاء الله لا اله الا الله. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. مشكور يا اخوي خالد مناشي وامور تبشر بالخير ان شاء الله.